وفاء، شفيك؟ عندي لك خبر حلو. زين فرحنا معك. اقرأ الرسالة هذه، شو فيها؟ بيصير لنا بيت. ايه؟ متى؟ ايه؟ الرسالة تقول تم قبول طلبكم. ها؟ احنا عاد حزتها ننجعص ونسوي شنو؟ ناخذ يا اما قرض، يا اما ارض وقرض، يا اما شقة، يا اما فيلا جاهزة. لا اكيد فيلا جاهزة، ملينا من الشقق. اي صح، ملينا من الشقق. ها، وش رايك؟ اكيد نبغاها، ايش بنسوي الحين طيب؟ شوف يا بنت الحلال، احنا نختار ايش اللي نبيه، زين؟ عقبها نروح نعبي الاستمارة في وزارة الاسكان على الرقم اللي اعطونا اياه. زين؟ اها فهمت، زين يلا روح بدل، خلني احضر الغداء. شو مسويت لنا غداء؟ كبسة. يوه منى، منى يا منى، يا حلوة يا منى، يا زوجتي يا منى، يا بعد عمري يا منى. الله الله، الله يديم السعادة إن شاء الله. شو الفرح، ايش صاير؟ طفي التلفزيون أول، طفي التلفزيون، طفي طفي. خذي قري، خذي قري يا منى، منى منى، خذي قري، اقري. صاير او ماي جاد، او ماي جاد بيبي، بيصير عندنا بيت. لسه يا عمري لسه، هذه رسالة يقول لك تم قبول طلبكم ضمن المستحقين للسكن، عاد تختار تبي قرض ولا أرض وقرض ولا شقة ولا فيلا جاهزة. أمري تدللي وش كده هذه؟ لا أكيد فيلا. بس ابشر، العيني هذه قبل هذه، تمرين أمر. بعد ايش تبين؟ تبي فيها حديقة؟ فيها حديقة أكيد ومسبح. بس خلاص ولا يهمش حديقة ومسبح، أمري بس. وش بتسوي الحين؟ خلنا نتفق اول ايش اللي نبغاه وبعدين اقول ايش نسوي، وبعدين في نموذج بس متى ما اتفقنا نعبيه ونرسل على وزاره الاسكان حسب الموقع اللي ارسلهم على الرساله. اقول نحط الغداء بس. قومي. يا هلا وسهلا، تفضلوا. محمد تفضل. لا لا تفضل، انا اسمي تفضل. اخوي احنا جاتنا رساله على الجوال تقول ان احنا نستحق السكن، علشان كذا احنا جايين نبي نستفسر عن الموضوع بشكل اكثر. يعني نبي نعرف شنو الخيارات اللي عندنا، ارض وقرض ولا فيلا ولا ايش بالضبط؟ انت تدخل على الموقع حق الوزاره، في نموذج تعبي وتحدد الطلب. طيب يعني انت برايك شنو الافضل لنا؟ اذا كان عندكم فيلا جاهزه يعني. لا لا اخوي، احنا عندنا مخططات تبنيها الوزاره، باذن الله تقدر تشوفها. تبني؟ ومتى؟ باذن الله قريب ان شاء الله، بس المخططات موجودة والمواقع موجودة بعد. طيب ممكن أشوف المخططات يعني وين موقعها؟ إن شاء الله. تفضل. تسلم. وين احنا جايين؟ وين؟ شوف 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 الخريطة، شوف شوف النقطة الحمراء اللي حط. اي هذا هو. عجل صح، نفس المكان هذا. تعال الحين، احنا جينا من هنا صح؟ ما في لوحة مكتوب مشروع الاسكان؟ مرينا عليها هذيك بعيد. يا عجل هذا المخطط. اي هذا هو. هذا؟ اي بار. يا اي بار، ما حد حولك، ما في احد، لا ماي لا كهرب لا شيء. هذا ولا يبي له 30 سنة عشان يستوي. هذا يبي له دهر دهر، لا كهرب ولا ماي ولا شيء ولا خدمات بنية ولا يا عبي. اقول لا نضيعنا. طيب شو الحل، شو رايك؟ ها خلينا نشوف لنا من هالبيوت هذه الجاهزة. يلا 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 يلا. خليها لربك،
تعبنا أنا وأخوت سعد، نلف منها بظهر وإحنا نحوس بهالشموس ندور شيء مناسب من هالفلل، تكسرت رجولنا. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ها شو قلتي؟ والله أنا أقول إنك تروح البنك وتشوف إيش بيقولوا لك. خلاص أجل، بكرة أروح البنك أمرهم وأشوف، مثل ما يقولون طق الحديد هو حامل. إي والله وأنت صادق. آه يا وفاء، آه رجولي 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 مو قادر. فرفرنا أنا وأخوك محمد من مكان لمكان لين جانا صداع، لكن تدري عاد بقول لك على فكرة حلوة. ها وشو؟ مو بحين عاد، بكرة بقول لك إياها. وبعدين معك يا سعد، تكفى قول. تبين تعرفين؟ إيه. همزيني الأول. يلا قول. أوه. يعني عندنا قموض شوية. سلمك الله، البنك ياخذ عليكم 1.5%، يعني المليون يطلع عليكم 150,000 وايد. 150,000 واجد يا أخي. معقولة معقولة. طيب شو المطلوب منا نجيب؟ تحويل راتبك أنت وزوجتك للبنك، ورقة تعريف بالراتب من جهة عملك، والعقد المبدئي مع صاحب العقار في قيمة الفلة. الله يعطيك العافية. شكرا شكرا. يا هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وغلا يبا، حياك الله. الله يحييك يبجيك. ما شاء الله، مبروك مبروك. الله يبارك فيك ان شاء الله يسلمك. البيت هذا لك؟ اي والله لي. بس هل تشوفونه هذا كله، انا شريت البيت هذا عظم، وبعد ما شريته شطبته، وعندي هذا عظم وعندي هذا جاهز. ما شاء الله. بصراحة احنا عجبنا الحي. الله يسلمك. جاي تفرجون ولا جاي تشترون؟ لا لا بنشتري احنا، بنشتري. حياكم الله يبا، هذا قلنا لكم عندنا هذا وعندنا هذا وهذا لي انا. يعني احنا جايين شرايين شرايين، احنا شرايين مو قاعدين نلعب. الله يعطيكم العافية. عندنا فلوس احنا. بس ممكن ناخذ جولة داخل يعني. يبا حياكم الله. حياكم الله. تفضلوا وشوفوا. يلا يلا حياكم. يلا يلا تفضل. يبا حياكم الله. سلام. بسم الله. حياكم حياكم. بسم الله بسم الله. يبا هذا اوه هذا 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 المكان، هذا بيت. خوش تشطيب. خوش تشطيب. الله يسلمك. هذا كله انت اي؟ هذا كله تشطيبي انا، كله شغلي انا وتشطيبي. هذا عندك المطبخ كذي نظام امريكي صغيرون. هذه الصاله، صالة المعيشة. واللي هنا شوف. لا هذا هذا هنا قسم المعيشة طبعا عندك. تفضل تفضل. هذا عندك الله يسلمك حق الغسيل. وهذا هنا غرفة نوم. وهنا الغرفة الماستر مع دورة المياه. حلو. مع دورة مياه صغيرونة. وهذا الغرفة يعني كذي موزع وشرب. ما شاء الله ما شاء الله متعوب عليه. خوش تشتغل. شو رايكم؟ والله صديقي رايك؟ على العموم انا بوريكم بعد الشقه الثانيه. تعال تعال قول قول. يلا لاحقينك. يلا يلا خلينا نشوف. ايش رايك؟ يا عمي هذا شكله بيوهقنا. تشطيبه اي كلام سعد. اي لا حكي. اي عشان بعدين بيضربنا في السعر. يلا يلا مشينا. شوف شوف شوف. ترى كلهم نفس التصميم صح؟ نفس التصميم مثل اللي شفناه من شوي هناك. نفس الشيء يتشابهون يا اخي. هي هو نفسه نفسه، بس هذا اعتقد انه ثلاث ادوار. لا تقريبا على المساحه هو يعتمد. ترى في ملاحق فوق وكذا. طيب اقول لك ايش رايك نجيب الحريم خليهم هم اللي يشوفون، لا نتوهق معاهم. عارف صراحة شعورك وهديت الله. أيوة. لأن صراحة عندنا حريم غريبين بصراحة. لا يعجبهم العجب ولا حتى الصيف رجب. صاحبين. يا أعوذ بالله. بعد تضامن معانا من حقهم يشوفون. اي والله. تشوف تطلع لك واحدة كذا يقول لك لا هذه مو بحلوة، هذه ما أدري شنو. يشوفون بعينهم ويقرون بها. بصراحة هذه أحسن وأوسع من اللي شفناها قبل. عاد صدق أن هذه الفيلا أحلى فيلا شفناها. شفتي دورات المياه حلوها؟ انت شفت المطبخ؟ المطبخ المطبخ يجنني جنني. لا بس احلى شيء حمام غرفة النوم عاد مرة حلو موت. ها وجبتكم؟ اي خلاص. اخر كلام. اخر كلام. خلاص ربعتك. ترى شوف والله دخنا دخنا ورجولنا يبست كلها منهم. والله بسبتهم. لا خلاص. ايش تبي؟ حلوة. اوه خلاص بعد عبودي ها قالها خلاص. خلنا نروح المكتب. تفكر على الله. يلا حبيبي.
ما اقدرش والله يا ابو عبد الله. ده الناس ده عليها طلبات قوي قوي. اه والله واحنا بنخاف ربنا اي واحد يحجز مفيش اي حد ياخد التاني. اه لا 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 ان شاء الله. مع السلامه. انتوا ناس محظوظين. ايه رايكم الكره في ملعبكم بقى وعز الله بجنبكم على قولكم. الحين ما بقى الا بس هذه الفلتين بس. ده احنا قبلكم بنص ساعه بايعين 50 فله ودي اخر حبتين عندنا. اقول يا النسيب صدق محظوظين على قولته. احنا عاملين لكم فلل على الطراز الامريكاني وكل المواد اللي فيها امريكانيه، فانتوا تختاروا وتستعجلوا لان الناس والله احراج قوي قوي وانا مش عاوز اخليكم تروحوا كده بدون حاجه. يعني معقوله يعني ما بقى اللي عندك هالفلتين هذه؟ اه والله ده الناس كده زي النمل. اه والله وانا يعني بص حضرتك انا حبيتكم عشان كده انا حجزتها لكم. واحنا بعد حبيناك صدقها النسيب على قولته محظوظين احنا. طيب اقول لك بالنسبه يعني مواصفات البناء يعني دورات مياه وال كل حاجه خارجيه دي كلها حاجه اوروبيه. البزابيز اوروبيه، المواسير اوروبيه، البلاط اوروبي، البيبان اوروبيه. والله احنا ما بنجيبش اي حاجه. المكتب بتاعنا سمعته معروفه. انا مطلوب دلوقتي مني ابني 50 فيلا في الولايات المتحده. اوه 50 فيلا؟ 50 فيلا ما شاء الله. ما شاء لوس انجلوس ما شاء الله. لوس انجلوس ما في البرازيل؟ لا لا ما مش دلوقتي، مستقبلا احنا بنفكر في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه وكل حته. صدق تحمست والله تحمست بكلامه يعني. لا لا خلنا بس نبين له بعد احنا صراحه نبي نطمن قبل نشتري. نعم صحيح حقكم حقكم واحنا بنخاف ربنا. احنا بيننا وبين ربنا بنتعامل ما بنتعاملش معاه. مبين عليك. الله يخليك. مبين عليك. لا لا مبين عليك. مبين عليك. فايه اللي انتوا تطلبوه انا مستعد فيه. زين يعني المبلغ تاخذونه من البنك كامل ولا منا احنا؟ انت جيت للنقطه المهمه اللي هتخلي الفيلا بين ايديك. دي حاجه تافهه بيه. تروح البنك، البنكي الاوراق بتاعته سهله جدا بالنسبه ليكم. تروح تاخد الكاش انت وتيجي تديني هو هنا في المكتب. وانا بص حضرتك هسهل لك امور كتيره وفي اوراق هتجوزها عنك. وما تخافش انت في ايد امينه. الله يطول لي بعمركم. بس البنك بعد يبي منكم اوراق تحفظ ضمانات. لازم هدي لك كل حاجه. دي حاجه تافهه، دي حاجه بسيطه. بص حضرتك انت تؤمر، انت عاوز ايه وانا مستعد منفذ لك كل حاجه انت عاوزها. ده انا بحبكم، ده انا والله ارتحت لوشيشكم والخشيشكم. خشيشكم بتقولوها انتوا بسمعها من خشاتنا. خشاتنا نفس الشيء. احنا ارتحنا لك بعد. نعم لخشيتي. الله يطول لي بعمرك وطلتك الجميله. الله يطول لي بعمرك. ده حاجه عدنا الاوراق. طيب بص حضرتك انا هدي لك الاوراق دلوقتي. الاستمارات. الاستمارات استمارات وكل حاجه. ايوه بص دي الاستمارات بتعبوها. أيوة. كلها. دي حاجه تافهه، حاجه بسيطه، حاجه يعني مش عاوزه اي حاجه. ختم من العمل بتاعك والعمده والشرطه والحاجات بسيطه قوي قوي. طيب شويه النسيب. لو سمحت يا اخ. صبح الجعر من 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 عائله الجعر. قال جعر والنعم. والنعم اسال عنا وتعرف كل حاجه عنه. والنعم. والنعم بالنسبه للصيانه. اذا صار شيء مني شيء منك. انا مسؤول عندي ربنا. اي حاجه تحصل في الفيلا على طول تيجي محدش يكلمك. لو نص الليل نص الليل تيجي انا هفتح لك المكتب واصلح لك اي حاجه تخرب. ومتاكد انا متاكد انه مفيش حاجه هتخرب بعد 100 سنه. احنا بس نبي نطمن يعني. احنا ما سبيناك. تطمن وحط ببطنك بطيخه صيفي. يا اخي انت فاكر نفسك ايه؟ اهدى اهدى يا 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 انا متحمس معاك والله. الله يسلمك. ما قلنا شيء يعني. عندكم شركه يعني تسحق الصيانه. ده العامل تتصل عليه الساعه 1 في الليل يجي لك قبلها في لحظتها. سهل. خلاص تسلم ما قصرت يا الله يخليك. بس عبي لي الورق ده وجيب لي الكاش هنا. ان شاء الله كاش. ان شاء الله. يلا يبقى يلا تحياتنا ليكم. ايه الفدغ دول على ولدهم؟ يا
يلا صديقي جيب 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 يلا بابا بابا روح لعب عند ماما روح له خلي هنا 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 جيب هنا 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 خلي هنا ايوه خلي هنا ايوه ايوه هنا يلا رجع شوره رجع شوره ايوه يلا 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 بسرعه 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 جيب اي خلي هنا توره توره شوي شوي يلا هنا حطها 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 هنا في النص في النص شوي 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 ايوه نزل نزل شوي شوي ايه لا تكسرها كويس خلي خلي يلا باقي كرتون كرتون يلا يلا جلدي جلدي وهذه الثالثة لحظة لحظة شوي لحظة لحظة عشبت؟ ايه ايه صراحة ذوقي مرة حلو ما ذوقي هذا ذوقك لا لا قلقك يعني خلنا بسوي هذه دقيقة يلا يلا جيب 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 لا تدفين زين كذا زينة شوفي إيه حلوة يسار شوي كذا أيوة كذا مرة تمام وده الكرسي بعد وده الكرسي هذا حطه هنا بالساوية يجي حلو مع الألوان طيب مش لا تتأمرين علينا تعالي شيلي معاي ساعديني شو الحالة ذي بعد أنت رجال عاد شيل أنت قوي رجال عادي رجال عادي يموت عادي ما عندها مشكلة يلا تعال تعال تركب يدك وتعالي يلا بابا تعال تعال بابا لك اللوحه وين اللوحه العيال الميتين من الجوع لوحه خليها بعدين ها بابا حط لك نقول لك انا ميت من الجوع قاعده 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 ها نحط لك بنحط لك اقول شوفي بكره اخذي اجازه من المدرسه ها اي اخذت اجازه وانت ايوه انا بعد اخذت اجازه ها زين حط لي الفلفل هذا اللي تحبينه انت كمان كمان يا الله ها ايش عندك جيت ايه ها ايش فيك يا اخي حاسني هذا حاسني حوسه من الحلال كل ساعه والثاني وطافي كل ساعه والثاني وطافي مو بعرف له شيء ما عندك ماي يجي شوي وبعدين يطفي زين قم 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 شوف روح داخل انت اذا جاء الماي خبرني روح روح يلا يلا روح روح يلا خلنا نشوف اشتغل شنو سعد ها شغل اشتغل الدرمو اشتغل زين سويت حس سويت تعبت فيه واشتغل ما ادري ايش سويت بقى. يلا فهم الله مع السلامه محمد تعال فهمني ايش سويت محمد محمد طفى شوف لك سباك هلا ابو حميد هلا وين في بعد في العمل شو اللي خير؟ أنت مصدقك؟ يا قفل قفل جايك الحين جايك يلا يلا سلام سلام الله أكبر شنو شنو هذا يا 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 بل 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 صدق؟ يا نفس اللي عندي نفس اللي عندي نفس اللي عندك شيك على حماماتك شيك حمامات حمامات روح شوف روح بس شوف الله اكبر الله اكبر علي حسبي الله و... شلال شلال ما هو حمام هذا اقول قوم نروح المكتب نروح لهم قوم اي مكتب الحين شو نسوي فيه شنو شو نسوي ها انت ناسنا بيننا وبينهم اتفاقيه مسؤوليه الصيانه عليهم هم لا 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 صح صح صح, صح. ما لنا اربع ايام تبي السقف يطيح علينا نموت وعيالنا نغرق ما كملنا اسبوع يا ابن الحلال يلا 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 ايه بتخر ميه ازاي انا صبح القعر ما فيش فله بتخر عندي ميه ازاي تقول الكلام ده شلون ازاي ما ازاي البيت يطيح علينا يخر ماي بس تجوا من عمالكم بص حضرتك ما تعصبنيش زق دي انت بتزق زق دي ها زقناها خد الكارت ده اتصل على بتوع الصيانه وان شاء الله دي حاجه تافهه انا واثق انه حنفيه بتنقط او اي حاجه بتنقط وكل نقطه تجمعت على النقطه التانيه وعملت نقطه كبيره فما تخافش
بإذن الله. لا تذبحنا تقول حاجة تافهة حاجة تافهة. اي والله لا تقول حاجة تافهة حاجة تافهة. تعال احنا سبحنا سبحنا. ايش فيك انت؟ سبنا العاب مائية في البيت. ياه الله يخليك الله يخليك. انت فاهم الموضوع غلط. دي الخرخرة اللي فيكوا انتوا. خرخرة؟ بتخرخروا من السقف. بس اي خرخرة عندكوا هحلها لكم. متى بتجي الصيانة حقتكم؟ ايه متى بتجي؟ ارجوك ارجوك ما تشككش في القدرات بتاعتي. انا صبح الجعل معروف قوي. ان شاء الله رقم معاك حدلك البتاع. وحاجة تافهة والله حاجة تافهة والله حاجة تافهة. انت بس ثق فيا ثق فيا وروح البيت واتصل على المهندس وهو كل نقطة بتخرخر منكو هيصلحها لك. يعني نروح ننتظرهم في البيت؟ اكيد هتنتظرهم فين. واذا ما جاوا حييجوا حييجوا. انا صبح الجعل. الو روح حيروح. مشينا نشوف يلا نشوف نشوف يلا نسيب. ناس هبل. كم الساعة صارت؟ وين الساعة؟ ايه بننزرع واحنا قاعدين هنا. دكتور الغفلة هذا، دكتور السباكة، دكتور البطيخ هذا متى قدر بيجي؟ هادهم أول ما تروح تشتري شو يسوون لك؟ يفرشون لك الأرض ورد وجوري، بس تشتري شوتون لك شورت. هلا الورد انقلب شوك. هذا شوك. لا تدش اللي ذبحني؟ كيسا قال دي حاجة تافهة. اي تافهة بيطيح علينا البيت تافهة. حاجة تافهة. انت تأمر يا بي انت تأمر يا بي. احنا خدمينك يا بي. هذا بط شابدي بط شابدي بط شابدي هذا بط شابدي. لكن هاي نصيدة. جعرنا برا الله يجعر. ننتظر ولا نمشي؟ ننتظر وين احنا قاعدين؟ لا قاعدة هذا هذا مثل ما انت شايف يا اخي. لا مش مهندس من كل جهه يا اخي من كل مكان. ما شفت العمار شلال شلال صاير فيه؟ شو العمل الحين؟ موضوع سهل. بدنا نكسر البلاط ونشوف شو المشكله. ها نكسر البلاط نكسر الحمامات نشوف وين المشكله. يقول كسر يا عم البيت جديد. شو فيك انت؟ طيب حتى لو البيت جديد ما هو سير ماشي جوه حيطان. بدك تكسر تعرف وين العطل وين التهريب وين الماسوره المكسوره. طيب الحين هالكلام اللي تقوله هذا كم يكلف الحين هذا الشغل كم؟ بعد ما نكسر بعد ما نكشف ونشوف وين المشكلة ساعتها بحسب لك. لا حول. شفت؟ شفت؟ هذا الغش هذا النصب والاحتيال. ها انتظر. حرامية حرامية. هذا بعد ما شفنا الكهرب بعد كثير مشاريع بنشتغلها أول شهر ثاني شهر نرجع نشتغلها مرة ثانية. عمال ما بتخاف الله وفي نفس الوقت غش سبك. فوضى اقول فوضى. ننتظر لا يطيح علينا احنا وعيالنا ونموت. هذا اللي بعدين. يلا تروح يلا يلا تفضل 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 تفضل. والحين شد دبره شو الحل؟ الله لا يوفقهم يا رب ما يخافون ربهم. نروح فندق شو نسوي؟ تخيلي لي يومين بثيابي خسنا. كل ما ابغى افتح المويه تنزل علينا. والله نهد حيلنا انا وعيالي. حسبي الله ونعم الوكيل. ما ادري شو نسوي بعد. منى ها بشر وش سويت؟ وش سويت بعد؟ المهندس يقول لازم ارضيات الحمامات هذه تنشال السيراميك كله. لا والقرب بعد يمكن كمان؟ ايه انت السبب كله من ذوقك المخيس. ما حد قال لك تعالي بعد. بس خلاص ايه اختك اختك عشان اختك صح؟ خلاص بروح لفينا كافينا. مالت عليكم بس. وش ذا؟ شو نسوي احنا الحين؟ شو نسوي؟ اسأل امك وهذا اختيارها. الله والله مصيبة والله مصيبة. الحين شو نسوي شو نسوي شو نسوي؟ خلاص لازم نروح فندق. نبغى نبدل نبغى نغير ناخذ دش. طفشنا. شوف لنا حل. مو بعاجبك الدش اللي في البيت عندنا؟ وبعدين بنت الحلال احنا اخر الشهر اخر الشهر حرام عليك.
خلاص اصلا انا كلمت منى وبنروح فندق. ايه وانا ومحمد مالنا راي، خلينا اكلم الرجال الاول. لحظه يا ابو حميد. ايه بعد عندك؟ زين هم اتفقوا 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 خلاص يلا زين. بس يا محمد احنا اخر الشهر، اخر الشهر شو نسوي الحين؟ يلا زين يلا خمس دقائق خمس دقائق يلا يلا سلام سلام. روحي جهزي الاغراض واغراض العيال زين، ولا تنسى تجيبي لي شورت سباحه. يلا انا قايل لكم لا تستعجلون ما طحتوني. يا خادش لو ما نستعجل ذبحنا الايجار وكل يوم رعيان البيت مغلين علينا السعر. بصراحه انا ما توقعت هالقش. لا اتوقع واكثر بعد بالذات في العقار. شو انقلب علينا يا اخي؟ احنا جايبينك تساعدنا ولا تزيد همنا هم. اسمع انا اقول لك اسمعني، شوف ما لنا نروح البنك ونقول له شو السالفه شو اللي صار خلاص ويتصرف مع الشركه. دخلنا البنك يا حبيبي يبي فلوسه ما علي منك. ايه انت قصدك يعني ان احنا نكسر السقف ونصلح الماي؟ لو على هذه اقول يمكن تصلحوه، لكن ما تدري وش يطلع لك بعدين. طيب والحل؟ الحل عندي ان شاء الله ما تخسرون شيء. خالد عاد تكفى الله يرحم والديك، الحقنا به. شنو شنو شلون يعني؟ اول شيء تروحون تصلحون تسريب المياه عشان ما تقشون احد، وثاني شيء تروحون تاخذون اثاثكم وماكنكم سكنتوا الفلل، وانا ان شاء الله بجيب لكم مشتري ويرجع لكم المبلغ اللي انت دفعتوه مقدم للبنك. يعني بتسترجع مبلغنا؟ اي اكيد بسترجع مبالغكم. حلو حلو والله ما طلع سهل هذا. والله داهيه. وبعدين سووا بالفلوس اللي تبون بعد. طيب الله وجهك يا خالد والله ما قصرت. لا والله ما قصرت صدح. يلا الحين انا اذنكم عندي موعد مهم. ايه وين يا ابن الحلال؟ في ناس عندك اهم مننا يعني؟ اقول صلحوا الماي وكلموني انا اذنكم. رمان الله رمان الله. مع السلامة. والله ما طلع سهل هذا. أقول اسمع الحين مثل ما قال إذا استرجع المبلغ شو نسوي فيه؟ يعني نروح نستأجر شقق مرة ثانية؟ لا طبعا. شو الحل؟ أنا عندي فكرة. شنو هي؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايش الزين ايش الزين هذا الزين اقول على الاقل احسن من اللي خرب معاي. اي والله صادق. اهم شيء في الموضوع السور السور سور الفله. يلا يلا حياك حياك يلا يلا بكره لا والله هلا بكل يوم.